القضيه اليمنيه لا تشكل ولم يعني تشغل اي حيز من خارطه اهتمام المجتمع الدولي الا فيما يتعلق بمصالحه. نعم، القضيه اليمنيه على وجه العموم وليست من هذه اللحظه او الملف اليمني او اليمن ماذا يعني للغرب؟ ماذا يعني للدول الكبرى؟ ماذا يعني في الاستراتيجيه الامريكيه؟ ماذا يعني في, في استراتيجيه الدول العشر او في الامم المتحده عموما؟ يعني باختصار شديد هو البعد الامني اليمن دوله تهم العالم في بعدها الامني وعندما نقول في بعد في بعدها الامني يعني ملفين لا ثالث لهما الملف الاول امن طرق الب... الملاحه البحر الاحمر والبحر الابيض اليمن تملك من الدول المتفرده في هذا الامر حيث تملك شواطئ ممتده تملك باب المندب وهذا البعد ان يكون امنا في بعده الامني فيعني ان الاخرين لا يعني البعد الثاني او الملف الثاني في هذا البعد هو ملف مكافحة الارهاب، ان القاعدة غير نشيطة، ان ليس هناك مخاطر محدقة مستقبلية تنتج عن عمليات في هذا المجال الحيوي العالمي، إذا اليمن منذ ثلاثين عام كان الامريكان يحاولون أن يوظفوا أو يحددوا مسار علاقتهم باليمن في بعده الامني فقط وحتى اللحظه لا يزال هذا هو المسار لا. اذا امنوا البعد الامني في طرق الملاحه وفي عدم وجود عمليات ارهابيه فالملف اليمني يعتبر ليس في الهامش بل في هامش الهوامش وهذا ما يحاول دائما او ما تحاول الدول العشر ان تعزز وجودها في البحر الاحمر في البحر الابيض لحمايه المصالح لان اليمن حتى الان لم تعد او لم تكن دوله ذات مصالح حتى تقليديه يعني اذا كنا نقول ان هناك مجالا حيويا في الخليج السعوديه ودول النفط فان اليمن كانت ليست حتى في المرتبه الثانيه من مجال حيوي الى مصالح تقليديه كانت في مجال ملف بُعد امني وكان يوكل احيانا لدول من المنطقه للسعوديه او لدول التحالف او لغيرها كما راينا في حرب 73 ان مصر كانت حاضره في هذا ال في هذا في هذا الجو، م. الجو الامني عندما اغلق باب المندب وعندما يعني ضغط على اذا هم يحاولون الباب المندب سليم، الطرق الملاحه سليمه، ليس هناك قاعده وداعش، اليمن لا تعني شيء انسانيا ابدا في كل المنظور الامريكي وغيره